مساء الخير عليكم متابعينا ومتابعي اليوم السابع في لايف جديد. احنا النهارده يا جماعه في قصه جميله مع فيرجينيا عزبه الصعيده. شو بنت بتخرج من بيتها كل يوم الصبح بتقف على ترابيزه البلياردو دي علشان هي بتسعى على اكل عيش عيالها بعد ما توفى جوزها. شو مش بس واقفة على ترابيزة البلياردو دي وقررت انها تفكر خارج الصندوق، لا هي كمان شغالة موديل بعد ما بتخلص هنا، وهي هنا بتبقى موجودة واقفة هي ومامتها الجزارة الجميلة ام احمد. حكايتهم هنعرفها دلوقتي حالا وهنعرف من شو قصتها. شو ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لنا بقى انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشتغل موديل ملابس. والترابيزه دي بتاعتي، كان بتاعت جوزي يعني الله يرحمه، فانا يعني قررت ان انا اخدها اشغلها هنا، ادخل منها دخل لاولادي جنب شغلي يعني. حاجه تساعد برضو. انت تقفي على الترابيزه دي ليه؟ هي في الاول كده انا كانت يعني هي ليها ذكرى معايا كويسه. انا كنا فاتحين مشروع وكده انا وجوزي، ولما توفى فانا قررت اخد الترابيزه اخليها هنا في المحل مع ماما اشغلها، ومنها برضو ان انا اطلع مصاريف للولاد وكده. بس تمام. بعد ما بتخلصي بقى الترابيزه بتشتغلي في ايه؟ انا بنفتح الصبح الساعه 9، انا بخرج بعد الظهر وببقى سايباها لماما. ببقى عندي سيشن بصور، فبس ابقى سايباها بقى خلاص. والله يعني انت يعني شغاله في الازياء؟ شغلك في الازياء عامل ازاي؟ طبيعي موديل ملابس، بصور ملابس هوم وير، محجبات، عبايات، فساتين زفاف، كذا حاجه يعني. كذا حاجه يعني بتتحسب بالقطعه ولا على حسب السيشن؟ ساعات بالقطعه وساعات بالسيشن كامل. طب انت عندك بقى صور اكيد على الموبايل بتاعك؟ السيشن دي نشوفها اكيد. تمام. دي الصور اللي انت هتوريها لنا دي اللي هي بتاعت ال انا هوريك بقى ايه حاجات منها. نيجي بقى نخش نقتحم التليفون بتاعك نشوف الحاجات السيشن اللي انت بتعمليها. حاجه زي كده. لا ثانيه واحده واحده عشان خاطر انت بتجري معانا بسرعه. ثانيه واحده. شو يا جماعه يعني شغاله عارضه ازياء بعد ما بتخلص وقفتها هنا على الترابيزه بتاعت البلياردو دي، بتخش شغاله. انت قلت لي موديل ايه؟ موديل ملابس. موديل ملابس دي عبايه صح؟ ده ازدال. ده ازدال. تمام. ده انت اللي في الصوره دي صح؟ ايوه. ده حقيقي انت اللي في الصوره؟ والله انا. تمام. دي ده فستان، فستان فرح. تمام. زي ما انتم شايفين دي ايه دي بقى يا شو؟ معلش بس اشرحي لنا كده. عبايات خليجي. دي عبايات خليجي. ده البيوتي، بصور لوكات ميك اب لبيوتي لميك اب ارتست. ده همور برضو ترنجات. شغاله في نوع معين من الملابس ولا اللي بيتعرض عليك؟ اللي بيتعرض عليا، بس لازم برضو الحاجه تكون محدوده اني مش بلبس اي حاجه. يعني مش اي حاجه؟ لا ما بلبسش مفتوح. يعني انت رافضك حته ان انت تلبسي مفتوح دي خالص؟ ايوه. تمام. بنحييكي طبعا على الله يخليك. وهنا كنت بنزل تنظيم ايفنتات زي مهرجان اوسكار العرب. بنزل برضو تنظيم. حلو قوي. ده انت كده برضو بتنظمي ايفنتات؟ واقفه على ترابيزه البلياردو هنا شو؟ ايوه. تمام. لا انت طبيعتك انت هنا بقى وانت واقفه على ترابيزه البلياردو بتتعاملي مع اطفال ولا بتتعاملي مع كبار؟ مع كله والله. عادي. ايه؟ عادي. انا بنت المنطقه كده كده، كله هنا كبير وصغير عارفني. كله هنا بيتعامل معاك؟ كله هنا عارفني كبير وصغير. لا بيحبوني جدا هنا، ما حدش عارف يضايقني والله. طب اللي بيضايق شو؟ طيب لا ما فيش حد بيضايقني والله هنا. كلهم اخواتي واصحابي وجيراني وكلهم. هنا كل الناس. احنا اهل مع بعضنا هنا كلنا. انت قررت ان انت تشتغلي ده عشان خاطر
تصرفي على عيالي صح؟ اه. الحياه بقت عامله ازاي بعد وفاه جوزك؟ والله هي كانت صعبه، انا مريت يعني بظروف مش كويسه، بس الحمد لله يعني البركه في والدتي وفي اخواتي، هما وقفوا جنبي كتير يعني وما سابونيش خالص. الحمد لله اول ما ابتديت اقف على رجلي ابتديت ان انا يعني انزل واشتغل، لان انا قعدت 9 شهور كنت تعبانه وكان عندي جلطه في دراعي فما كنتش بتحرك. فلا يعني الحمد لله قويت وهم قووني ووقفت على رجلي من تاني، وان انا قدرت ان انا انزل واشتغل. وانا كنت حابه يعني شغلي في مجال الفاشون والعروض الازياء، انا كنت حابه من صغري يعني. بس انت قلت لي ان انت عندك اخوات. اه عندي اخوات. ايه شغالين ايه بقى؟ عندي اخويا الكبير مدرس، وعندي اختي دكتوره واخده الدكتوراه من جامعه القاهره في ذو صعوبه التعلم. الاطفال اللي هم مش بيعرفوا يتكلموا كويس. اه تخاطب يعني. اه. طب عرفينا على مامتك بقى، خش بقى من ماما بقى. ماما دي ست الكل، ست الناس. اه خش كده مع ماما بقى كده. ست ام احمد. اه اعملي معاها حوار بقى. ايوه حبيبتي. لما انت تتقمصي دور المذيع دلوقتي الناس هيبقوا شايفاكي وهتتقمصي. لا ده مكافحه كبيره دي بقى. اه قولي بقى هي ايه الاول؟ هي كانت جزاره، بس مش جزاره بيع لحمه، هي جزاره تبيح. اه يعني ايه؟ كانت بتذبح في السلخانه. اه كانت بتذبح؟ اه كانت شقيانه علينا احنا. الحمد لله احنا اتعلمنا ان احنا نبقى شقيانين، هي منها، هي اللي علمتنا كده ان الست لازم تعتمد على نفسها، ما تستناش ان حد يساعدها. اه فالحمد لله هي اللي ربتنا على كده وعلمتنا على كده، كنا بنشتغل برضه وبندرس. يعني انت يا ام احمد بتذبحي؟ لا انا كنت شغاله بشكاره في السلخانه، الرجاله هي اللي بتذبح. انا كنت شغاله بشكاره، كنت تحت ايد ناس، واحد زي الحاج سعودي الله يديله الصحه، والحاج سعد الطناني، واحمد فوده، وعنتر عبد العزيز، الناس الله يرحمهم، الناس الحلوه، الناس الكويسين، وربنا يخلي اللي هم موجودين. كنت شغاله بشكاره، بشكاره بشد للسليخ، بشد للسليخ بقى، بشد للي بيشط، بوضب، بلم عفوش، بشتغل. الحمد لله كنت شغاله قلت له عرض، وربيت ولادي كلهم اتعلموا الحمد لله وخدوا شهادات عاليه والحمد لله رب العالمين. ولما حصل لي ظروف، حصلت لي حادثه، اضطريت ان انا اقعد مع بنتي في الدكان هنا، الدكانه دي مأجرينها من ست كويسه، والحمد لله رب العالمين حاطين الترابيزه كده قدام المحل عشان ما نقعدش في الشارع يعني. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا ونحمد الله وان الدنيا حلوه والدنيا جميله والحمد لله رب العالمين. كنت شقيه وانت صغيره؟ اه جدا، كنت بتخانق مع اي حد وكنت بزعل اي حد، وكنت اضحك مع الناس كلها واحب الناس كلها والناس كلها بتحبني والحمد لله رب العالمين. مذبح امبابه ده طلع ناس كويسه وناس ابطال وناس جدعان ونحمد الله رب العالمين. والله اه والله. احكي لنا على خناقه كده من خناقاتك. يعني في مره انا كان الله يمسيه بالخير، كان واحد معانا في السلخانه، كنت انا شغاله مع الحاج حسن البنا الله يرحمه ويسامحه، وجي واحد بيعاكس، بس كنت عيله عندي 14 سنه. انا كنت بدلق بالميه كده على ايدي الرجاله بالعلبه، فبيعاكسني خبطني كده، رحت مدياله بالعلبه في دماغه. في اليوم دوت جه ابوه راح قال لي ما تزعليش من حقك، كنت تستاهل عشان عملت حركه كذا كذا. فقلت له مش كل بنت تفكر ان البنات اللي بتشتغل في المذبح والكلام ده، ده بنات المذبح جدعان، واي بنت طالما اتعرضت لشغل المذبح ونزلت السلخانه لازم تكون راجل زيهم. وانا كنت بحبهم كلهم، وكلهم كانوا حبايبي وكانوا اخواتي واصحابي ويعني والحمد لله رب العالمين. انا لي يعني علامات معاهم كويسه جدا ونحمد الله رب العالمين. محبة الناس أحسن من المال. حزبة الصعايدة هنا بقى قصتها إيه؟ حزبة الصعايدة فيها ناس جدعان وفيها يعني اللي وحشوها شوية، بس ربنا يهديهم. لكن فيها ناس جدعان كويسين جدا، وفيها ناس محترمة، وفيها ناس معاها دراسات عليا وبرضه ما استعروش من منطقتهم، وإحنا منطقتنا كويسة. وبعدين إمبابة دي بلد الرجالة، بلد الجدعان. اه لكن لها مطار على رأي الست عندنا، الست عندنا مش هقول بمية راجل عشان الراجل على راسنا من فوق، الست عندنا زيها زي الراجل. الست عندنا جدعة وكويسة ومحترمة، وطالما البنت من دول او الست من دول نزلت السوق فبتضطر ان هي تتعامل كمعاملة مع الناس كلها بالود وبالحب والكلمة الحلوة
الله يرحمك يا والدتي كانت تقول الكلام الزين يسد في الدين. كلام حتى إيه؟ الكلام الزين يسد في الدين يعني حتى لو داخل يعني لما اكلمك ايه لما اتكلم كلمه حلوه مع حضرتك حتى لو انت جايب شرس عليا وهتتخانق معايا فالكلمه الحلوه بتخليك زي البلسم معايا. الكلمه الحلوه بتحبب الناس فيك. وانا الحمد لله انا عندي 62 سنه من وانا عندي 12 سنه وانا اشتغلت في السلخانه لحد من فتره قريبه جدا كنت شغاله في مطبخ الوراق مع الحاجه ام تركا الله يديها الصحه. والدم الدم اللي كنت بتشوفيه كل يوم في المذبح والكلام ده ما كانش بيأثر عليكي مثلا؟ لا انا اصلا بذبح بس بذبح امتى في المواسم بخرج بره السلخانه وبذبح اذبح عجول وذبح جمال وذبح جمال لا انت بجد ذبحت جمال؟ والله انا واخويا صفوت ذبحنا جمل الحاج صبري عبد الفتاح الله يرحمه بعز الصعيده ومصورني فيديو والله الله يرحمه ويسامحه وبذبح وذبحت كذا اصعب ذبيحه عايزين نعرف منك اصعب ذبيحه انت ذبحتي. اصعب ذبيحه كانت بتاع صاحب البيت عندي. وايه اللي حصل فيه؟ خد البتاع المكنه بتاعت الميه السبيل وجري لحد اخر الشارع ورحت بهديت لمؤاخذة البهيم كنت اهرش البهيم في قفاه وهديت البهيم وجبته لان كان في اليوم ده كان عيد وكان نطره كان في اليوم ده اول يوم العيد دي كانت نطره برعد فالعجل فك الحبل وخد المكنه وجري لحد اخر الشارع عندنا المكنه وجري البتاعه بتاعت الميه السبيل بتاع الميه خدها وجري خلعها من الحيطه وخدها وجري لحد اخر الشارع ورحت بالراحة وهديت البهيم بالراحة وجبته وكان معايا توتي اتنين هنا اشتغل معاك وذبحت العجل انا وهو لصاحب البيت وسلمت له وجيت وبعد كده خرجت من عنده رحت ذبحت خرفان في حتة تانية اذبح عزبة لكن الحمد لله رب العالمين انا اشتغلت على قد ما انا اشتغلت نحمد الله انا ما حدش كرهني في السلخانة ولا كانت بتاعتي امبابة ولا كانت بتاعتي الوراق انت عندك دكتورة صح؟ معايا بنتي دكتوره بنتك دكتوره وابني مدرس ومعيده في الجامعه صح؟ ايوه وابنك مدرس معاه درس وابني وبنتي وبنتي اللي هي ومعانا شوقه ايه برضه عريضه ازياء يعني بتقف على ده بقى خدت الدبلوم بس ومعايا سامح ربنا يخلي يا رب يا رب يخليه لي وافرح بيه معايا سامح في البحرين بيشتغل عشان لقمه عيشه عشان هو واقف جنب اخته وكده في الازمه عايز بالصعيده جايبه نماذج حلوه قوي جدعان يعني. الصعيده مليانه رجاله كويسين محترمين جدا عندنا هنا الحاج محمد غريب دوت راجل محترم بتاع البان رانيا الراجل دوت راجل محترم وراجل كويس جدا وراجل متعلم علامه عالي معاه ماجستير الحمد لله رب العالمين وعندنا هنا اولاد الزين عندنا هنا الحته عندنا هنا كلها الشباب هنا كلها كويسه والشباب كلها انت بقى بتقفي مع بنتك هنا الصبح في انا بخرج بخرج الصبح لحد ما هي تروح على الشغل التاني هي بتمشي على الشغل الساعه 11 طب خلينا نروح لشوق يا شوق تعالى نروح لشوق شوق قولي لي بقى انت يعني في حق يعني تعرضي لمضايقات في الشارع اكيد يعني زي اي بنت بتتعاملي ازاي بقى مع المواقف اللي زي دي؟ لا انا ما بردش على حد ما بردش على حد؟ لا يعني بتتعاملي كده بتسيبي اللي بيضايق بتسيبيه وبتمشي اللي يرد اللي يعاكس يعاكس مش كل واحد هيعاكس هرد عليه طيب انت نفسك في ايه بقى في قصه الموديل اللي هو بتاع الملابس دي والله انا من لا هو انا ان شاء الله ربنا يكرمني وبعد كده يعني ناويه ان انا دلوقتي بدرس يعني باخد كورس في الميك اب ارتست يعني هتجه لحاجه واحده وان شاء الله ربنا يكرمني وافتح مكان بس افتح مكان ايه ميك اب استوديو دي خطتك بقى ولادك بقى انت خطتك معاهم ايه؟ هو معايا ان شاء الله ربنا يكرمني وعلى قد ما اقدر اربيهم معاك عيال قد ايه طيب؟ معايا بنت 7 سنين ومعايا الولد 4 سنين دول اللي معاكي دي بقى بيروحوا المدارس هي بنوتي بس اللي بتروح المدرسه لسه ابني صغير هو جوزك متوفي بقى قد ايه؟ دلوقتي بقى له 3 سنين وشويه 3 سنين وشويه لما جوزك توفى اكيد بقى في حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتك طبعا ايه اللي بقى اللي اتغير؟ حسيت بمسؤوليه اكبر دلوقتي بقى انا معايا طفلين هم ملزومين مني انا فطبعا كانت الحياه صعبه في الاول بس الحمد لله برضو اخواتي ما سابونيش يعني ما كانش
في معاش لجوزك بقى؟ لا هو ما كانش موظف عشان يبقى ليه معاش. هو كان شغال، كنا احنا عاملين مشروع نجيله صناعي، ملعب نجيله صناعي، فطبعا المشروع اتشال في خط المترو اللي اتعمل عندنا هنا، ف بس ما كانش فيه مصدر رزق غير الموضوع ده. انت بقى قررت ان انت بقى تنزلي بعد وفاته بسنه ونص، فانا قررت ان انا انزل واشتغل، فالحمد لله يعني ربنا قدرني. اي حاجه انا بحبها هي اللي انا اعرف اشتغلها، وهسعى ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني وافتح حاجه احسن اني برضو اقدر منها، ان انا اقدر اساعد بيها نفسي واولادي في الاول وفي الاخر. تمام، احنا متشكرين ليكي. يعني نشوف بقى حي الجمهور ازاي كان عمالين يكلمك دلوقتي. انا بشكرهم كلهم، واسفين على الاطاله جدا. وطبعا انا عايزه اشكر برضه حضرتك، واشكر كل من وقف جنبي، ماما واخواتي ان هم برضه وقفوا معايا، وبشكرهم عشان هم سمعوني وساعدوني برضه، وبشكر كل اللي وقف جنبي في الاول وفي الاخر. اكيد في ناس برضو يعني مش كلنا بنبقى يعني معجبين باداء بعض. لا دي سنة الحياة. طبعا اكيد في ناس برضو هتكتب لك انت ازاي واقفة على ترابيزة البلياردو. عادي، لا عادي، بشوف والله واقفة على ترابيزة برضو مش مشكلة، احسن ما اعمل حاجة غلط. دي حاجة، وبعدين انا جايباها مصدر رزق يومي، حتى لو جابت حاجات بسيطة فهي الحمد لله. انا ممكن شغلي ده يبقى يوم او 10، لا مش كل يوم بس، فالحمد لله برضو هي يعني اي نوايا تسند الزير زي ما بيقولوا. واكيد طبعا كلهم هيعلقوا ان انا مبينه نص شعري، انا مش محجبه، دي حاجه. انا بشتغل موديل ملابس، يعني ما ينفعش اكون لابسه حجاب، فبرضه عشان انا بلاقي ناس كتير جدا متعلقه على الموضوع ده، اني بشوف لايفات كتير ازاي محجبه وبتبين نص شعرها. لا انا مش محجبه، انا مغطيه شعري بس.